لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هو القائل سبحانه وتعالى في كتابه المبين: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أحمده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، تنزه عن الشبيه وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وتذكروا أن المولى عز وجل أوصانا بتقواه، فإنها وصيته في الأولين والآخرين. فقد وصانا عز وجل بأن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أخبرنا المولى عز وجل بأن الإنسان يمكنه أن يفسد في الأرض، كما أخبرت الملائكة بأن الإنسان يفسد في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فترة قد ترى من الناس من يفسد في الأرض، ومن عباد الله الصالحين من لا يفسد في الأرض. لذلك فإن المولى عز وجل كلف الأنبياء بأن يصلحوا في الأرض، فأمرهم بعدم الفساد في الأرض، وبالإصلاح في الأرض، وبالحكم بين الناس بالحق، كما أخبر عز وجل عندما خاطب داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله، اللهم رب لا تجعلنا من المضلين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. فلذلك أمر المولى عز وجل بأن لا نفسد في الأرض. لماذا؟ لأن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
فاللهم وفقنا إلى ما فيه خير الدنيا والدين. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا، لأنهم نسوا ماذا يا أرحم الراحمين؟ لأنهم نسوا يوم الحساب. فاللهم ربي اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولذلك فإن نبي الله يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالإسلام جاء ليحارب الفساد بشتى أنواعه، إن كان هذا الفساد فسادا سياسيا أو إداريا أو ماليا. إنما جاء الإسلام ليضل عن سبيل الله من؟ الذين نسوا يوم الحساب والذين أفسدوا في الأرض. فأمرنا المولى عز وجل بأن نصلح، فقال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذا يكون إذا ما تمكن الإنسان من معنى الخوف من المولى عز وجل، كما قال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. فاللهم اغفر لنا ومتعنا بأجرك الكبير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولكن من الناس من يعجبك قوله إلا أنه يفسد في الأرض. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا ما تولى بعد الكل، وإذا ما تولى تمكن وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله عز وجل يكره الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني تشوف تقول هدايا معاه سنة، ويشهد الله على ما في قلبه ولكنه يكون من ألد الخصام. فإذا ما تولى وسعى وتمكن في الأرض وسعى، عندها يفسد في الأرض وعندها يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقد رتب المولى عز وجل على الفساد البلاء والعقاب. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهذا عاقبة الفساد. ومن أشكال وأنواع الفساد الفساد الإداري، هذه الآفة التي استشرت في المجتمعات العربية والإسلامية على وجه الخصوص. إنها بمثابة السوس الذي ينخر في جسد الأمة. الفساد الإداري والذي من أنواعه هو عدم حسن التصرف في الكفاءات وفي الموارد البشرية. تجد أن من لا يستحق تلك الوظيفة يكون هو المقدم إليها، اللي يستحق الوظيفة هذه ما ياخذهاش واللي ما يستحقهاش ياخذها، في حين أنه هذه أمانة. وعندما جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ما إضاعتها؟ شنو هذه الأمانة؟ وقتاش إضاعتها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وقت اللي ما يستحقش المنصب هذاك هو ياخذه، فما شكون غيره أولى منه من ذلك. في حين أن المولى عز وجل أخبر يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين. هناك صفات يجب أن تتوفر في من يريد أن يتحلى أو أن يصل إلى منصب معين. فلذلك هذا من سوء التصرف فيما أمرنا به المولى عز وجل. عندما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله استعملني حطني يعني في مكان أكون فيه والي
نقول احنا تو عمده ولا حطني اهوالي ولا حطني مشرف في مصلحه معينه، استعملني يا رسول الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى ما عليه فيها. رواه مسلم. يعني يا ابا ذر انك ضعيف لا تقدر ان تتحمل هذه الامانه. فانظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل ابا ذر ويعطيه ولايه وهو لا يستحقها بالرغم مما يتوفر عليه من التقوى ومن الورع ومن الزهد ومن الاخلاق ومن حسن تحمل الامانه، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بانها خزي وندامه. فالذين يتكالبون على السلطه وعلى المناصب ذكروا اللي هي ذل واللي هي امانه واللي هي خزي واللي هي امانه يوم القيامه الا من اخذها بحقها اداها كما يجب. وهذا يعني قليل من عباد الله من يحسن ذلك، وكما اخبر عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فاللهم رب وفقنا الى ما فيه خير والى ما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. لذلك ايها الاحبه قولوا لمن لا يحسن التصرف في اموال الناس وفي من يوظف اموال الناس في مصالحه الشخصيه اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل. اليوم تجد ان في الادارات سوء تصرف في الاموال وفي الممتلكات. له سياره، هذه السياره انما رسلت اليه لكي يقضي بها مصالح وشؤون الناس العامة المواطنين، إذ به يوظف تلك السيارة لأداء مصالحه وشؤونه الخاصة. أليس هذا خيانة للأمانة؟ أليس هذا ذل وخزي وعار؟ أليست هذه سرقة؟ أليس هذا فساد نهى عنه المولى عز وجل؟ والله فما شؤون اللي السيارة بتاعه، اللي السيارة اللي ياخذها من عند الإدارة ومعاها السائق، اللي السائق هذاك تخلص فيه المجموعة الوطنية والسيارة هذيك بالأموال العامة وما فيها من تبعات من مقتطعات هذيك بتاع البنزين هاك البنوات وغيرها، وإذا به هاك الشخص هذاك في عود يؤدي الوظيفة اللي لأجلها يعني وكل بتلك الأمانة، إذا به يوصل في زوجة السيد الخدمة ويروح بأولاده وغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد أنه يستعمل الهاتف بتاع المصلحة لأداء وقضاء شؤونه الخاصة ولا يستعمل هاتفه الخاص قيد على رسم البريد، وهذا فساد إداري ينخر هذا الجسد. اليوم تجد أنه حتى أوراق الطباعة ما تسلمش، أوراق الطباعة تخرج وتتسرب وتتسرق من الإدارات. ترسل هذه الأوراق لأداء المصالح العامة، إذا باع الأوراق هذيك تخرج مش تتباع ومش تتعطى للصغيرات بتاعنا، وقت اللي هدايا سرقة وهذا فساد وهذا خيانة للأمانة. اليوم الدواء اللي في الأصل يعني المجموعة الوطنية تشريه وتجعله في المستشفيات باش يستنفع به وينتفع به، المواطن لما يوقف بيكتب له الطبيب الدواء يوقف يقول له ما عندناش ما مش موجود. والله فما شكون حدثني منذ ايام يقول لي يا شيخ انه الدواء كنت باش نشريه باش ناخذه من عند يعني باش ناخذه من المستشفى العمومي بعد ما وصف لي الطبيب يعني الوصفه، اذا بي ما لقيتوش يقول لي والله نفس الدواء هذايا يتباع برا من قبل بعض الاعوان يخرجوا فيه من المستشفى يسوى هو ما يقارب مثلا 35 دينار يقول لي يبيعوه برا ب 15 دينار. والله هذه حقيقه ولا ينكر ذلك الا جاحد والا غافل والا مراهق. فهذه حقيقة إلا من رحم ربه، ولكن هذا موجود. كما فما شكون من الناس الذي يتقي الله عز وجل، فما شكون مرة سألني قال لي يعني شنو حكم وقت اللي واحد يستحق باش يطبع أوراق في المؤسسة اللي هو يخدم فيها ومش للمؤسسة هذيك وإنما لمصلحتهم باش تطبع أربعة ولا خمسة أوراق. شوفوا الناس شنو تسأل من نوع هذايا وناس أخرين تغرف وتسرق وتنهب في الإدارات عياذا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لهؤلاء تذكروا السلف الصالح. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد أتاه وال وهو أمير المؤمنين، فجعل عمر يسأله عن أحوال المسلمين وعن أحوال الرعية، وكانت
أكمل الوالي وأكمل حديثه بالخبر والحديث عن أحوال الرعية عندها سأله الوالي، سأل عمر عن حاله، فعندها قال له انتظر قليلا، فقام وأطفأ الشمعة، فقال له يا أمير المؤمنين لما أطفأت الشمعة؟ قال له كنت أحدثك وتكلمني عن أخبار المسلمين وكنا نستضيء بنورهم، فكيف أحدثك عن حالي ونحن نستضيء بنور أموال المسلمين؟ الله أكبر، انظروا إلى هذا التصرف وأنتم تعلمون ماذا حصل في عصر عمر بن عبد العزيز، كيف وصلت الأمة إلى القوة وإلى الامتداد، وكيف أن عمر بن عبد العزيز كان يسأل هل هناك من يحتاج المال؟ شوفوا لي شكون يحب المال ما فماش، شوفوا شكون يحب يتزوج ما فماش، الناس متكفية، تشوفوا فماش أهل ذمة يسحقوا، أمور واضحة لاباس. وحرنا اليوم ننظر إلى ذلك كيف أن يعني فساد في الإدارة إلا من رحم ربك عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجد أنه شخص لا يستحق يعني بشيخ عطلة، عنده الحق في شهر عطلة في العام، لا هو يحب ياخذ أكثر من ذلك ويجيب شهادة طبية تثبت لي هو مريض وهو ماهوش مريض، وما يعرفش أنه اللي أعطاه الشهادة هذيك إنما هو خائن، وإنما هو أيضا يساهم في الفساد باعتبار أن ذلك الشخص سيقتطع من أموال الناس وهو لا يستحق ذلك، وأنت ساهمت بأنك أعطيته شهادة تثبت اللي هو مريض مش يقعد ياخذ الفلوس من اموال الناس وهو ما يستحقش، ماهوش هذا فساد، ماهوش هذا خيانه، ماهيش هذه سرقه نغفل عنها، ولكن لما يتعلق الامر بما هو اموال العامه قيد على رزق بيديك وضرب في غير جنب كما ضرب في حيط، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، في حين انه والله انها هذه امانه، وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها خزي وندامه يوم القيامه. وحدث ولا تتحدث ايضا، حدث ولا حرج عن مسألة أخرى من مظاهر الفساد الإداري وهي الرشوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المولى عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فكيف للذين يأكلون أموال الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما أخرجه ابن ماجه في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي، واللعنة ألحقت بالإبليس، قال له تعالى فاخرج منها فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. المولى عز وجل لعن إبليس والذي يأخذ الرشوة، فإنما هو قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أطرد من رحمة الله عز وجل، وكفى بذلك خزي وذل وندامة. عبد الله بن رواحة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود حتى يجمع ما تخلد بذممهم من خراج، فأعطوه شيئا من المال هدايا له، فقال لهم إنا لا نأكل السحت وإنه حرام علينا. اليوم أصبحت الرشوة عندها مظاهر وأسماء وتجليات عدة، هدية وقهوة وفرح بي ونفرح بيك، حتى أن أصبحت المعاملات لا تبدأ ولا تنتهي إلا بالرشوة، فإذا أعطيت مالا وأعطيت ما يسميه البعض هدية كانت العملية وكانت يعني الخدمة خدمة جيدة، إذا لم تعطي فكانت الخدمة رديئة، هذا إذا كانت هناك خدمة أصلاً، والحال أن هذا حق من حقوق الناس، فلذلك فلنتق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يدعى ابن اللتبية وقد أرسله لكي يجمع الصدقات من بني سليم، فجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي لي، جابوا الصدقات قالوا يا رسول الله هذوما ثم تأكلون أنتم، أما هذه هدية أعطوها لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال لئن جلس في بيت أمه أو بيت أبيه فلينظر هل يهدى له أم لا.
خليه يقعد في دار ابوه ولا في دار امه ويشوف روحه تراه يعطي وهوش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا ياخذ احدكم شيئا الا ياتي به يوم القيامه يجره على عنقه وان كان شاتا له رغاء، يعني الصوت بتاع البعير، وان كان بعيرا له رغاء وصوت بتاع البعير، وان كانت بقره لها خوار، والخوار هو صوت البقره عجلا جسدا له خوار، وان كانت بعيرا كذلك. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاه والسلام: بان هذا خزي وذل وعار على من يفعل ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت. وقالها ثلاثة، حتى أن راوي الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني بياض إبطيه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا يأتي به يوم القيامة، إذا ما أخذت بشيء فستأتي به يوم القيامة وأنت مغلول به من رقبتك. فاتق الله عز وجل، فقولوا لمن يأكل أموال الناس بالباطل اتقوا الله عز وجل، فوالله لو علم الناس لما خلقوا لما هجعوا ولا ناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم لتاهوا وهاموا، ليوم الحشر قد عملت رجال، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا مخافة ربهم وصاموا، ونحن إذا أمرنا كنا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لذلك فإن المولى عز وجل دعانا للأصفاء، وقولوا لمن يأخذ الرشوة. وقال أيضا ابن حجر تقال لها الرشوة والرشوة أو الرشوة، لمن يأخذ هذا المال ويظن بأنها هدية، هذا ليس من الهدية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن نتهادى، يشبه فرقين خمال مع شم هدية، لا مش فما تهاد وتحاب، نعم كل محبة لوجه الله عز وجل يهدي الإنسان يحبه لوجه الله. أما اللي يأخذ الهدية وهو يخدم في إدارة، بالله عليك وقت اللي تخرج تقاعد بعد التقاعد بيوم واحد، الذي أهدى لك يهديك، بل حتى السلام ربما لن يسلم عليك. اسأل نفسك على سواد عينيك يأخذك في الهدية، تقبل في الهدية؟ ليست هدية، إنها والله سحت. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الماء اللحم الذي نبت من سحت فالنار أولى به وبئس المصير. لذلك فإن المولى عز وجل أمرنا بالإصلاح، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهالفساد هدايا، الفساد المولى عز وجل ذكره في القرآن في نحو 50 مرة، 50 مرة المولى عز وجل يذكر الفساد، بينما الإصلاح ذكر أضعاف مضاعفة، أكثر من 150 مرة المولى عز وجل يذكر الإصلاح. انظر إلى حال الأمة اليوم، اليوم نسبة الفقر بعد ما كانت في الستينات بين 30 و40%، اليوم نسبة الفقر في الدول العربية الإسلامية أكثر من 60%. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أكثر أسباب ذلك أنه القوي يشوف القوي أنه معظم المدخول الوطني أو الفقر في المجتمع العربي المسلم، وجدوا أن هذا يعني يذهب إلى رؤوس الأموال الكبرى، وجدوا أن هناك اختلاس كبير في الأموال وعدم حسن التصرف في الأموال العمومية. يعني تجد أنه مشاريع تقام وبعد ما تكملش، تجد أنه يعمل مشروع اليوم وبعد إذا به يبدلوه. يعني علاش؟ لأنه ما فماش استراتيجية واضحة، ما فماش تخطيط واضح في الإنفاق.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن فلنعلم كذلك أنه علينا أن نصلح، وهذا الإصلاح يحتاج إلى محاسبة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، ورزقني الله وإياكم الوقوف مع آدابه، وحشرني الله وإياكم مع سنة النبي وأصحابه، وأجارني الله وإياكم من شر غضبه وأليم عقابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، إن المولى عز وجل كثيراً ما ذكر الفساد في القرآن الكريم، وقرنه بأفعال المشينة، حتى أنه ذكر أن فرعون من المفسدين. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فانظر كيف أن المولى عز وجل قرن بين القتل والفساد في الأرض، وأنه اعتبر أن فرعون من المفسدين. فكونوا من المصلحين الذين يصلحون في الأرض، فقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك فإنه لمحاربة الفساد الذي استشرى في مجتمعنا وفي شتى المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص. نعم، هناك فساد في المجتمعات الغربية، ولكن ليس كما هو شأننا، بالرغم من أن الوازع الديني يحرك فينا الخوف من الله. فإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. لو نتذكر ذلك ومعنى الخشية من الله عز وجل، لما هانت علينا أنفسنا، ولما هان علينا الناس الذين نأكل أموالهم بالباطل عياذا بالله. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، وأن نحاسب الناس الذين أفسدوا في الأرض، وإن كانوا من أقاربنا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أسامة بن زيد يتشفع في حد من حدود الله، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عمر رضوان الله عليه وهو أمير للمؤمنين، عمر ابن الخطاب، يذكر ابنه عبد الله ابن عمر يقول: اشتريت إبلا فجعلتها في الحمى كما هو حال الناس، وهو مكان إبل الصدقة. فيقول: بعد مدة أن سمنت هذه الإبل جئت بها حتى أبيعها في السوق، فمر عمر رضي الله عنه ورأى إبلا سمانة، قال: لمن هذه الإبل؟ تعشقون الإبل هذه السمينة؟ فقالوا له: إنها إبل عبد الله بن عمر. فقال له، قال لابنه: بخن بخن، ابن أمير المؤمنين؟ قال له: اشتريتها ووضعتها في الحمى كما يفعل الناس. فقال له عمر: فيقولون ارعوا ابل امير المؤمنين، اسقوا ابل امير المؤمنين. فقال له: بعها واغدو الى راس مالك وضع البقيه في بيت مال المسلمين. امال انت اندفعت على خاطر ابوك امير المؤمنين، راهم العباد عاد يقولوا برا شربوا ابل بتاع ابن امير المؤمنين، ووكلوا الابل بتاع ابن امير المؤمنين، وعشعشوا الابل بتاع ابن امير المؤمنين، وانت هكاك تكون اندفعت، لا تبيعها تاخذ راس مالك وترجع البقيه بيت مال المسلمين. هذا معنى المحاسبه. عمر رضوان الله عليه عندما جعل قدامه بن مضعون والي على البحرين، وقدامة بن مضعون هو صحابي جليل شهد بدرا، وهو صهر كذلك عمر، كل واحد منهم ياخذ الأخت. فعندها جاءه الجارود وأخبره بأن
قدامة بن مضعون قد شرب حتى سكر. جابوا شقيم على الحد عمر رضوان الله عليه، قال له كيف ذلك؟ قال له أن المولى عز وجل أخبر بأن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له وأنا من المحسنين وقد شهدت بدرا فليس علي جناح فيما طعمت إذا ما اتقيت وآمنت وعملت صالحا وكنت من المحسنين وأنا كذلك. عندها قال عمر من يرد عليه؟ شكون يجاوب؟ فعندها تكلم ترجمان القرآن بن عباس رضي الله عنه وقال إن هذه الآية إنما أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، ثم استشهد بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عندها أقام عليه عمر رضي الله عنه الحد وهو والي وهو صحابي شهد بدرا وهو كذلك صهره تزوج أخته. انظروا إلى معنى المحاسبة عندما تكون دقيقة، لأنه اللي يكون في منصب وقت اللي يعرف أنه كي يوم تتحاسب إنه لن يفعل ذلك. شوفوا في المجتمعات الغربية رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء دول يوقفوا أمام القضاء ويتحاسبوا، إحنا حلمنا بهالشيء هذية شفناها كان هنا، ولكن هما سبقينا فيها بعقود من السنين. لو كان اللي يسرق يعرف أنه ما عندوش حصالة على خاطره وعنده منصب ولا شيء من هذا لما وجد الفساد، أما مدام كيسيدي كجواده فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خير وإلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إنك عفو كريم العفو فاعفوا عنا عباد الله. تذكروا انكم في يوم عظيم والخير فيه عليم وفيه ساعه يستجاب فيها الدعاء، وتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى بخشوع وانابه واسالوا ان يتقبل دعاءنا وان يسمع نداءنا وان لا يخيب رجاءنا، وتذكروا بانكم في يوم عظيم والخير فيه عليم وفيه ساعه يستجاب فيها الدعاء، وتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى بخشوع وانابه واسالوا ان يتقبل دعاءنا وان يسمع نداءنا وأن لا يخيب رجاءنا.